في وش العود وفي الرقبة اللي بيركب فيها المفاتيح بتاعة الأوتار، والوش بتركب في الفرسة، وبيبقى في خزنة الصوت أو صندوق الصوت اللي هو أساسا بيطلع صوت العود. هو فرق طبعا، الصناع بتوع زمان ما يتعوضوش، لكن في الإمكانيات بتاعت دلوقتي تختلف. هو التكنيك بيختلف، يعني تكنيك نصير شما غير تكنيك فريد الأطرش وغير الملك حمدي. الناس دي في ناس بتشتغل بالعود كعود شرقي، عندي نصير شما بيشتغل العود يعتبر عود غربي مش شرقي، حتى النغمة بتاعته مش نغمة شرقية، لكن تكنيك نصير شما على العود حاجة احترافية رهيبة. هو حاليا يعتبر التجارة عامة أو الاقتصاد في مصر يعتبر قليل في البيع والشراء. العود هو الآلة الوحيدة اللي العازف بياخدها في حضنه، الآلة الوحيدة القريبة من القلب. نغمات العود بتبقى نغمات صادقة. هو معظم الملحنين بيلحنوا على العود الأول، وبعد كده بتاخد كل آلة بتاخد الجزء الخاص بيها. هو خامات الخشب زمان كانت يعني جودتها عالية جدا، الخامات بتاعت دلوقتي الجودة بتاعتها مش حلوة، مع إن نفس المسميات. الأصابجي كان بيجي هنا، كان عازف أم كلثوم، بس الناس دي دلوقتي بتختلف النوعيات وبتختلف الكلام ده. نوع الخشب بيرجع للصانع لطالب العود ذات نفسه، ان على حسب طلبه للعود بيبدأ يحدد سعر العود. العود روح، العود بياخد من روح الصانع، والعود كله يعتبر معظم شغله يدوي، فمفيش فيه مكان. في عود محترف وفي عود علام. عود العلام العود اللي بيبدأ بيه يتعلم عليه، لكن عود المحترف ده راجل احترف فبيبقى نازل عارف هو عايز ايه بالظبط. هي صناعة العود عامة أو شراء العود بيرجع لصوت العود ده أساسا، وبعد كده الشكل والفينش بتاع العود وخامة العود.